10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير صحة وسعادة كويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا جدعان بفيديو جديد. يا رب كده تكونوا بخير صحة وسعادة يا رب. وقبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا كده في كل حاجة ان شاء الله. طبعا يا رجالة زي ما احنا عارفين انا بقالي اكتر من قد ايه؟ اكتر من شهر ونص قافل على الحمام اللي كنت بفتح له عشان خاطر اللي كان بيقلش والكلام ده كله وقلة فضا والكلام ده كله. فالنهارده يا جدعان هنفتح الحمام ده تاني وهندشر الزغاليل اللي احنا لسه قاطفينها. بصوا هيبقى فيديو كله عباره عن موضوع النشر، تمام؟ فقبل اي حاجه لو انت لسه ما دوستش لايك دوس لايك، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، ويلا بينا عشان نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. طبعا بصوا يا رجاله اول حاجه هنعملها هنحبس الحمام ده كله، تمام؟ اول حاجه هعملها هحبس الحمام ده كله. طيب في حاجه هنا انا عايز بس اوجه رساله لحاجه، يعني الباب ده حصل فيه حوار كده، تمام؟ وانا خلاص انا عرفت ايه اللي حصل فيه، تمام؟ بس ايه لما الموضوع يكمل صح هحكي لكم ايه اللي حصل هنا بالظبط، تمام؟ بس سيبوكم من الموضوع ده اللي هو الدقر الازرق قطيفه والنتال قطقطيه. فلما الحوار بس يكمل واعرف ايه اللي حصل بالظبط هحكي لكم ايه اللي حصل، يعني هو لغز كده بس هتفهموه بعدين، تمام؟ فهنحبس كده الحمام ده كده كله يا جدعان وارجع لكم تاني بعد ما نحبسه كده. يا جدعان قفلنا على الحمام كله وطلعت دول كده امك، دول التلاتة يا جدعان ان احنا ايه قطفناهم من تحت اهليهم، تمام؟ طيب في هنا طبعا ده الاسود غزار، ده الاسود غزار اهو، ده مش هنفتح له دلوقتي، تمام؟ طيب هنفتح بقى دلوقتي بقى ليه لده، ده اللي كان اسود يا جدعان، ده اللي كان باكستاني اسود. بصوا قلب ازاي، تمام؟ وهنفتح دوت برضك كان باكستاني من اللي بيطلعوا، تمام؟ والعبسي، دولك اول ثلاثة هنفتح لهم، تمام؟ وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. نيجي بس كده الاول اهو، افتح الثلاثة دولك شوفهم هل بقى يطلعوا ولا يعملوا ايه. طبعا يا جدعان بقالهم اكتر من شهر ونص او شهر تحت شبكة الامرايا، فهم ايه حافظين المكان اللي بيطلع عليه. هم شكلهم نسيوا. يلا ايوه كده يا جدعان العبسي طلع، يلا وراه. هيطلع ده برضك دلوقتي كده العبس ايه وباكستاني طلعوا امك يا جدعان. يلا يا رام ما علينا، انا عايز بس يا جدعان ايه يعني هنديهم كده فزعه بسيطه نشوفهم فاكرين الدنيا ولا لا. ما انت هتطلع انا هتطلع طيب ليش حد يقول لي يا جدعان انت بتعمل له كده ليه؟ ايوه انا عايز يقوم يفتكروا بس كده، تمام؟ كده الثلاثة دول طلعوا. طيب دول بقى هنسيبهم دلوقتي. طبعا ده كان جدعان الفرد اللي كان مروش ده برضك هنفتح له، وكان حافظ الشبكة وكنا فاتحين له فوق، ده هنفتح له. ده كده كده ريشه بايظ ده مش هنفتح له. وده يا جدعان الزغلول اللي رجع، ده الزغلول اللي رجع برضك هنفتح له وهنسيبه كده دلوقتي اهو. وهنفتح الابيض دوت هنفتح لدوك، تمام؟ دولك بقى طلعوا فوق ما طلعوش فوق مش مشكلة، أهو طلعوا يا جدعان طلعوا هم حافظين الشبكة. وده هو يا جدعان بس أنا مش عايزهم كلهم يطلعوا، تمام؟ بس هنسيبهم بقى كده أمك إيه عشان نرجع بإذن الله يا جدعان نعمل لكم فيديوهات نش تاني. طبعا التلاتة دولك أمك إيه لسه مستغربين المكان. طيب في بقى حاجة أنا عايز أعملها دلوقتي، في حاجة عايز أعملها دلوقتي
انا هفتح لدول يا جدعان، هفتح للبنايدة دول. طبعا دولك قعدوا حفظوا الدنيا هنا بس مش حافظين الشبكة فوق، هما مش حافظين الشبكة فوق، فانا هسيبهم بردك كده. ايه طلعوا طلعوا ما طلعوش خلاص، سيبهم يطلعوا في وسط الحمام. هي مغامرة بس انا ايه حبيت كده افتح لهم ونشوف هيعملوا ايه معاهم. تمام يا جدعان هم واقفين فوق وده واقف تحت اهوك، ولسه الفرد التاني ما طلعش، وادينا سايبينهم. بس عشان ما اطولش عليكم خمسه كده وارجع لكم ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. طبعا بصوا كده يا رجاله الحمام زي ما هو اهو. انا بقى طبعا مش هفزعه ولا اعمل فيه حاجه، انا قلت في اول الفيديو عايز اشوفهم يفتكروا ولا لا، بس قلت لا هسيبهم كده نعملهم اكننا ايه زي لسه الزغاليل، نسيبهم مثلا يومين ثلاثة كده نفتح لهم، بعد كده نبتدي نديهم الفزعة تاني. تمام. وطبعا ما طلعش سيبته عادي عشان ده طبعا كان مالوش الكلام ده كله. وده اهو البنيدي واخوه مش عارف لسه في الباب جوه اهو. تمام بيطلعوا ويخشوا. طيب دلوقتي بقى في ايه؟ في الباكستاني ده والباكستاني ده، دولك انا مش عايز افتح لهم بسبب ان هم بيروحوا يركنوا الحمام، بسبب ان هم بيروحوا يركنوا الحمام كده. الحمام ده بقى له نص ساعه هو سايبه على الظهر. والزغاليل دي طبعا هيك مستغربه عشان اول مره برضك هنفتح لهم يا جدعان، بس هنسيبهم مثلا 3 4 ايام كده يشوفوا الدنيا، وبعد كده نخليهم على الارضيه برضك 3 4 ايام في وسط الحمام دوك ايه. بس هحبس الحمام الكبير كله واخليهم يتعرفوا على الزغاليل مثلا سايبه وانا قاعد معاهم، غير كده هبقى قافل الحمام كله وسايبهم هما يتعرفوا على الارضيه لوحدهم عشان ما فيش مثلا فرد ايه كبير يضربهم ولا الكلام ده كله. تمام كده يا جدعان. بس فايه هحبسهم دلوقتي، هحبسهم دلوقتي وارجع لكم تاني عشان نشوف ايه اللي هنعمله تاني في الفيديو بتاعنا. طبعا بصوا كده يا رجاله اهوك، فقفلنا عليهم وفتحت بقيه الحمام الاسود غزاره وفتحت له كان في الباب اللي فوق. وطبعا كان في هنا الدكر الكبير العاده، هو راح فين؟ لسه فاتح له دلوقتي ما نزلش ولا ايه؟ انا مش شايف والله يا جدعان. اهو يا جدعان جوه اهو نزل مع انتهى البيضه دي. تمام ففتحت لهم ودولك كده لسه منزلهم اهوك، برضك هطلعهم كده ايه يقعدوا معاهم شويه، واما اجي انزل اما اجي انزل يا جدعان هبقى ايه؟ هبقى احبسهم في الباب بتاعهم تاني، بس انا عايزهم برضك ياخدوا على الجو كده شويه اهوك. اللهم صل على النبي يا جدعان. ثانية بس عشان اوريكم حاجة كده. بصوا نزلتهم على الأرضية طاروا همك وطلعوا هنا، الحمد لله بيبتدوا يهوا همك. لا 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 تعالوا كده بس كده على الأرضية همك. انزل انزل اهو يا جدعان. خد خد رايح فين رايح فين؟ الذكر بيجري وراه. ماشي بس نسيبهم كده شوية همك. بس تعال انت هنا ايه هتخش تاكل الكلفة. يلا 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 هما كده يا جدعان. تمام زي ما احنا شايفين كده فتحنا لهم نص ساعة، وبإذن الله يا جدعان هنرجع نعمل لكم فيديوهات نشي تاني حلوة بإذن الله، فانتظرونا في الجديد. وباذن الله ممكن افتح الحمام كله. بص 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 بس اسيبني الكلب ضقر الزغلول ضقر الزغلول يا ابني الجزمه بتعمل ايه؟ لا احنا نشيله احسن يا جدعان. شفتوا عمل ايه في الزغلول؟ اسمع احنا نقفل عليهم احسن، انا بحسب ماسك فرد غريب. خد 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 بصوا طبعا يا جدعان معلش دي مبهدله هحبسهم وارجع لكم تاني. وزي ما شفنا كده يا جدعان كده خلاص فتحنا الحمام يعتبر كله، يعني ما فيش بس غير اثنين باكستانيات بس اللي ما فتحت لهمش، والاسود غزار والعاده والباقي كله فتحت له. وان شاء الله التانيين دول برضك هفتح لهم، بس ايه برضك هدشرهم يعني هحطهم برضك في الدشار شويه فوق يشوفوا الدنيا، وما كده كده فلو الارضيه حفظوا الارضيه للاخر. فده كده فيديو بسيط فيديو صغير، واحدة واحدة يا جدعان بإذن الله هنعمل حمام حلو وإن شاء الله هنظبط الدنيا. وأنت يا ابن الجزمة سيب الزغاليل اللي عليك دقر واحد. يلا
كان فيديو جميل، كان فيديو حلو، يا رب تكونوا استمتعتوا بيه. فكان معكم ميس الصبح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.